حضراتكم من قبل عيد الأضحى، من قبل عيد الأضحى وإحنا ملاحظين كلنا تقريبا في جمهورية مصر العربية إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا اللي هو المتحور الجديد أوميكرون عمالة تزيد وعمالة تزيد وعمالة تزيد أقوى، زيادة زيادة زيادة. كل ما حضرتك تكلم حد من قرايبك، حد من أصدقائك، لازم تلاقي في حد عنده كورونا، وبقية العيلة تقريبا عندها الكورونا، واللي معزل نفسه بقاله 10 أيام، واللي عازل نفسه بقاله 5 أيام، واللي عازل نفسه وهكذا. بشكل عام أوميكرون الحمد لله المتحور الجديد بتاع أوميكرون لكورونا يعني ما بيخليش الواحد يروح للمستشفيات بشكل قوي، بيخليش الواحد ان هو يوصل يعني مضاعفات انك انت تروح مثلا تخش عناية مركزة في احدى المستشفيات، فهو اخف من المرحلة اللي قبل كده. ولكن المرحلة الأولانية قصدي اللي هو من سنتين، ولكن زيادة الأعداد دي بتدي الفرصة انك انت المتحور ده يحور نفسه زيادة بشكل او بآخر، ويقدر يسيطر على التطعيم اللي احنا عمالين ناخده، او ان هو يلتف على المناعة بتاعت الصدر، ما هو بيصيب الصدر فيبتدي يتحور ويقدر يسيطر على المشكلة الخاصة بالصدر، هذا الجهاز التنفسي بشكل عام، وده اللي بيخلينا نخش المستشفيات والعناية المركزة و فنعم أوميكرون فعلا مش بيخلينا ممكن نتعالج في البيت وما يوديناش مستشفيات وما يوديناش حضرتك عناية مركزة، ولكن منظمة الصحة العالمية ولكن كل دول العالم في أوروبا وخصوصا أوروبا بتحذر انه ممكن يحصل هذا التحور ويجي لنا واحد جديد بقى ايه، ولا يمشي معاه تطعيم ولا يمشي معاه انك انت يقدر يبقى عندك مناعة عشان صدرك ومشاكل الصدر وخصوصا كبار السن واللي عندهم الامراض المزمنة. فوزارة الصحة المصرية من بعد العيد وهي عمالة تنادي بانه يا جماعة لازم نبتدي نرجع تاني شبه موجة ستة، شبه موجة ستة او ممكن نسميها موجة ستة لوباء فيروس كورونا، وحالات زيادة الحالات الإصابات موجودة في جمهورية مصر العربية بشكل ملاحظ جدا. فابتدت وزارة الصحة تنادي يا جماعة نرجع تاني للكمامة، ننادي ان احنا لازم نرجع تاني يبقى في تباعد وغسيل الايد، ولازم نروح ناخد التطعيم وخاصة الجرعات الخاصة المنشطة لكبار السن و السادة اللي هم المفروض ان هم ياخدوا لقاح يعني ايه الجرعة الثالثة. وابتدى يبقى في يعني اللي هي طرق الابواب، انك انت تقدر حملة طرق الابواب، انك انت كل ما هم بيشتغلوا في مجال التطعيم في وزارة الصحة يبتدوا يروحوا لأهالينا في المحافظات والقرى والنجوع في كل حتة في محافظات مصر ويخبطوا الباب، السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير يا أساتذة، والنبي لو سمحتوا انتوا خدتوا التطعيم اهلا وسهلا، طب احنا هنديكم بقى التطعيم. ادي كده حملة خاصة بايه طرق الابواب، يا جماعة انتوا فين موجودين، يمكن يكون المركز بعيد عنهم، يمكن المستشفيات بعيد عنهم، ممكن لا هم بيروحوا لكل المحافظات في اهالينا اللي موجودين في كل محافظات مصر عشان يقولوا لهم اتفضلوا احنا جايين نديكم التطعيم. غير ان في مبادرة تانية حضرتك وهي الخاصة بانك انت تتصل بواحد 5 3 3 5 15 33 5 وانك انت تقول لهم مساء الخير يا فندم، انا عندي ابويا او والدتي او جدي او جدتي او مريض سكر او مريض قلب او مريض ايا كان المرض اللي موجود عندي، وهو مش قادر ينزل من البيت عشان يروح ياخد التطعيم، بعد اذن حضراتكم تعالوا لنا البيت. سمعا وطاعة وزارة الصحة تستجيب لهذا النداء، حضرتك تلاقي العربية جاية لغاية عندك في البيت وتطلع وتديك وتدي للمريض اللي موجود عندك في البيت كبار سن أو غيرهم اللي ما يقدروش ينزلوا من إيه؟ من البيت عشان يروحوا ياخدوا التطعيم. نداء في الكرة الأرضية كلها، لازم نبتدي نرجع تاني ناخد بالنا وحذرنا من وناخد الإجراءات الاحترازية عشان الأعداد عمالة تزيد الخاصة بأوميكرون. ليه أنا بعمال أقول الكلام ده حضراتكم؟ لأنه بكل بساطة شديدة مكتب الأوروبي للصحة العالمية حذرت من خريف وشتاء صعبين جدا. التحذيرات الأوروبية تأتي في وقت تضاعفت فيه عدد حالات الإصابة حسب منظمة الصحة العالمية. أوروبا في عندها
حالة بانيك، حالة قلق رهيب. الأعداد بتزيد وبتضاعف، وخاصة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. العلماء بيقولوا إنه ابتدت الأعداد تزيد تاني لأن هم ربطوا بإنه في الدول كتيرة جدا تسرعت بإن هي تلغي موضوع الإجراءات الاحترازية، الكمامة والتباعد و وخلاص بطلوا إن هم يمشوا بالكمامة، فرجع تاني التحور الجديد ينتشر بشكل كبير جدا في كل دول العالم. الرئيس الأمريكي نفسه من دور لدور من دور لدور زي ما حضراتكم عارفين في الوقت الحالي، ربنا يشفيه طبعا. 3000 وفاة في الأسبوع في أوروبا، سامعين؟ 3000 يعني الوفيات كمان. وهذا يعتبر تحدي كبير لنظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول النامية، وخاصة الدول الحضرتك الفقيرة اللي ما يبقاش عندها منظومة التأمين الصحي، اللي ممكن يكون المواطنين ما عندهمش كشف، الدولة ما عندهاش كشف بكل المواطنين اللي عندها. وده الدولة المصرية على فكرة دلوقتي بتعمله بقالها فترة، وإن شاء الله الإنجاز الكبير اللي بيحصل في تطبيق النظام التأمين الصحي في كثير من محافظات مصر، يبقى عندك كشف كده موجود للدولة لكل المواطنين وحالتهم الصحية، بحيث انك انت تقدر تطبق التأمين الصحي. ده الدول الأوروبا وده منظمة الصحة العالمية بتقول ان الدول اللي ما عندهاش هذا النظام اللي مصر بقالها حضراتكم بقالها كذا سنة في هذا الاتجاه بتنفذه، يعني اللي ما عندهاش هذا النظام اللي احنا ماشيين عليه بتبقى عندها مشكلة في ان هم يقدروا يوفروا العلاج للناس اللي ممكن تكون بتصاب بوباء فيروس كورونا المتحور الجديد أوميكرون. العلماء بيقولوا انك انت في الشهر الجاي ده او الشهر اللي احنا فيه ده احتمال يكون في تحور جديد في أغسطس، مع ان احنا متعودين ان الوباء بيقل في لما بيجي الحر، لكن دلوقتي احنا في حر، ودول اوروبا عمرهم ما جالهم حر زي الحر اللي هو التغير المناخي اللي بيحصل دلوقتي ده، انه دول اوروبا اللي طول عمرها ما عندهاش حر بتوصل درجة حرارة 40، ومع ذلك الاصابات عمالة تزيد. فالعلماء عمالين يقولوا ايه؟ لا، ده المتحور ابتدى يتحور وابتدى يبقى ايه؟ مختلف عن اللي فات. فاحتمال في شهر اغسطس ده يطلع لنا تحور جديد، ربنا يستر، يقدر يتعامل مع اللقاح اللي عمالين ناخده في كل حتة في الكرة الأرضية، ونبقى في أزمة جديدة. الصين أعلنت أن هناك إغلاق شامل لمليون مواطن صيني، ده دلوقتي. فين بقى؟ في مدينة أوهان اللي هو يعني المنبع اللي طلع منه كورونا، اللي هو بؤرة انتشار كورونا لكل جميع دول العالم. رجعت تاني في اغلاق تام لمليون مواطن صيني، فالموضوع مش ما ناخدوش بهزار. لابد من تواصل تطعيم العاملين في القطاع الصحي، ده منظمة الصحة العالمية بتقول ان احنا لازم نرجع تاني ندي التطعيم للي بيشتغلوا ممرضين والدكاترة اللي بيشتغلوا في القطاع الصحي، لانه احتمال الاعداد تزيد، احتمال يحصل تردد على المستشفيات، فلازم نبتدي نطعمهم تاني وديهم الجرعات المنشطة. سجل اليابان أكبر عدد إصابات من كورونا دلوقتي الآن، وزادت أعداد الوفيات في العالم تاني مقارنة بالفترة اللي احنا كنا نايمين فيها ومفيش أي مشاكل، وابتدت نسيب الكمامة ابتدت أعداد الوفيات بشكل عام في أوروبا بتزيد. وانتوا عارفين دايما اللي بيحصل في اوروبا وبيحصل في الصين وبيحصل في البلاد دي بيجي لنا بعد كده، هم بياخدوا هم يعني ايه ونحن اللاحقون، هم السابقون ونحن اللاحقون، ربنا يستر علينا يعني. ودعت القطاع ده منظمه الصحه العالميه، دعت الحكومات ودعت القطاعات القطاع الخاص والمستثمرين في ان هم يستثمروا تاني في اللقاحات، ويبتدي يبقى في تنشيط لهذا الموضوع بشكل عام. ده كل ما يخص بموضوع وباء فيروس كورونا. حضرتك انا معلش النهارده عندي شويه يعني كل المواضيع اللي بتكلم فيها كده شويه كده، بس لازم ناخد احتياطنا يا جماعه.
إذا كان الحرب الأوكرانية الروسية، وإذا كان الحرب اللي ممكن تحصل ما بين الصين وأمريكا وصربيا، وإن إحنا الأعداد عمالة تزيد في وباء فيروس كورونا. النهاردة حضراتكم هيبقى معايا ضيف هنتكلم معاه على موضوع وباء فيروس كورونا وهذا الأحداث اللي بتحصل في العالم كله. الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة هيكون مشرفنا النهاردة، وهنتكلم عن المشاكل الخاصة بالفيروسات بوباء فيروس كورونا وإزاي وفين، ونقدر نسأل أسئلة كتيرة جدا عن هذا الموضوع. الحاجة بقى اللي هي بقالها كام أسبوع كده وعمالة تزيد برضو، أنا آسف إن أنا كل أخباري النهاردة كده أخبار يعني شوية مشكلة، يعني إن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية العالمية بسبب فيروس أو مرض جدري القردة. في وباء جديد، هو مش جديد، اللي هو جدري القردة، حاجات تظهر تفضل تطلع كده، نثرات تطلع على الجلد كده ويبقى في حبوب بشكل مش ظريف وأعراضها زي الأنفلونزا. ده ابتدى حضرتك ينتشر في العالم كله، وصلنا تقريبا ل 16,000 حالة، تقريبا 16,000 حالة في 71 دولة. فمنظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية العالمية زي ما أعلنت قبل كده 6 مرات. إيه هما الستة؟ إيه هما الستة؟ 6 مرات تعلن حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير القلق دوليا، وطبعا من ضمنها في 2019 على ما أتذكر أو 2020 أنا آسف، لما أعلنت حالة الطوارئ الخاصة بإيه؟ بوباء فيروس كورونا اللي انتشر في جميع أنحاء العالم. نركز، أول مرة أعلنت حالة الطوارئ منظمة الصحة العالمية كانت 2009 حين اكتشف الإنفلونزا الخنازير. اسمعوا الكم معلومة اللي أنا هقولها لحضراتكم دلوقتي لغاية لما يعني إن شاء الله نستضيف ضيفنا. حين اكتشاف الإنفلونزا الخنازير في المكسيك وانتشرت بسرعة في أنحاء العالم. ده كان فين يا كان فين السنة كام؟ 2009. كان أول مرة منظمة الصحة العالمية تقول حالة طوارئ صحية عالمية. المرة الثانية كان 2014 مايو حين اكتشف شلل الأطفال البري، وهو مستمر إلى يومنا هذا. المرة الثالثة كان 2014 برضو في أغسطس، إعلان عن فيروس إيبولا بدأ في غرب أفريقيا وبعدها وصل إلى أوروبا وأمريكا. المرة الرابعة كان 2016 فبراير، حالة الطوارئ بسبب فيروس زيكا بدأ في البرازيل وانتشر على في أمريكا الشمالية والجنوبية. المرة الخامسة 2019 يوليو، موجة جديدة من إيبولا مرة تانية وتفشت في شرق الكونغو الديمقراطية. المرة السادسة اللي احنا كلنا فاكرينها 2022 يناير، إعلان حالة الطوارئ عالميا بسبب فيروس كورونا الذي بدأ في الصين وانتشر في جميع أنحاء العالم. كل ده احنا حضرناه بقى كويس قوي، كل الأجيال اللي موجودة دلوقتي يعني حضرت هذا الموضوع. والآن المرة الرابعة حضرتك، وهي فيروس أو مرض جدري القردة. طيب مرض القردة أعراضه إيه؟ إيه الأعراض اللي حضراتكم ممكن يعني الناس اللي بتصاب بهذا المرض أو هذا الفيروس بيحصل لهم إيه؟ بيجي لهم صداع، عندهم حرارة والرشح، وجع في العضلات، الطفح الجلدي، تضخم في الغدة الليمفاوية، الانهاك الشديد يعني التعب الشديد وتبقى عايز تبقى قاعد في البيت. طرق الانتقال: المخالطة الوثيقة لشخص أو حيوان مصاب، ملامسة بثور الجلد لشخص مصاب، التعرض لرذاذ النفس أو سحال المصاب، الاتصال المباشر خلال العلاقة الجنسية. وصل إلى زي ما أنا قلت لحضراتكم انتشاره حاليا إلى 16,000 حالة في العالم في أكثر من 71 دولة.